إن هذا الفيديو الأخير لإلي. اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت لاهيا وقنابل صوتية مخيفة وألقى بمناشير بإخلاء المنطقة، وطبعا كل المنطقة أخلت تقريبا، كل الناس صاروا يزروا بالشوارع بشكل كتير مجنون، ما حدش عارف وين رايح ولا وين جاي. يعني احنا مقسمين، انا وكم حد ضايلين في البيت والباقي كله اخلى وراح، مش عارفين وين راحوا. طبعا الوضع كتير مخيف، المشهد كتير مرعب، اللي بيصير كتير صعب، ويا رب يرحمنا. وثقت الصحفية الفلسطينية آيات الخضور اللحظات الأخيرة قبل استشهادها بقصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الاثنين 22 نوفمبر تشرين الثاني 2023، وذلك عبر مقطع فيديو قصير وصفته بأنه ربما يكون الفيديو الأخير لها، وهو ما كان بالفعل، وليست شيرين أبو عاقلة هي الأولى، وبالطبع لم تكن أخيرة. في مهنة البحث عن المتاعب أتفهم مخاوف عائلتي وأقاربي من مستقبل مهنتي ومسيرتي كصحفي أمارس مهنة أعشقها منذ الطفولة. فالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجبر كافة زملائي على الهرب. ها هنا ذا في سلطنة عمان أعيش بكل أريحية في بلدي، ولكن ماذا عن أهل غزة؟ فنجان قهوة أو شاي حسب الرغبة، اشترك في القناة، فعل التنبيهات، لايك، وشارك المحتوى، وتذكر أن الشهداء ليسوا مجرد أرقام، فلكل واحد منهم حكاية يجب أن تروى. حسب ما أوضح بيان للمنظمة العربية لحماية الصحفيين في بريطانيا، أن قتل الصحفيون 60 خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال، ومنهم من قضى جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم، مضيفاً أن مسلسل الجرائم الممنهج ضد الصحفيين خلال الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي يؤكد أنهم هدف رئيسي للعدوان في إطار سعيه لإسكات صوت الحقيقة ومنع أي صحفي من فضح جرائمه ومجازره المتواصلة. ويقوم الاحتلال بقطع كل وسائل الاتصال مع شمال قطاع غزة، بما فيها الاتصال والإنترنت والهاتف والاتصالات المحمولة، مما يتيح للاحتلال القيام بمجازرها في الظلام بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام العالمية. وتعد جرائم الاحتلال البشعة بحق الصحفيين الفلسطينيين امتداد لسياسة ممنهجة لاستهدافهم، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 55 صحفياً فلسطينياً منذ عام 2000 وحتى 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم الصحفية شيرين أبو عاقلة في مايو 2022. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم 47 شن حرب مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 13,000 قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5,500 طفل و 3,500 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 30,000 مواطن، أكثر من 75% منهم من النساء والأطفال، عدا عن أعداد كبيرة ما زالت تحت ركام المنازل التي هدمها قصف طائرات الاحتلال. ويشكل العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث إنه يعرض حياة المدنيين بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون للخطر الشديد، ويسبب معاناة جسيمة لهم.
من جانبه أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 60 صحفياً استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. ونعى المكتب في بيان: الصحفيين الذين استشهدوا خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال أو استشهدوا جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم. بينما وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريره الأخير استهداف الصحفيين في خضم العدوان الإسرائيلي المتواصل بأنه أكبر مقتلة للصحفيين في التاريخ الحديث، مع سبق إصرار وترصد من طرف جيش الاحتلال. وذكر المرصد أن 60 صحفياً استشهدوا حتى 19 من نوفمبر تشرين الثاني الحالي، فضلاً عن إصابة العشرات، ما يمثل أكبر حصيلة دامية لضحايا من الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات الحديثة. ووفقاً لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، سجل 18 من نوفمبر وحده استشهاد 5 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، وقبلهم وثقت الكاميرات استهداف حامليها بشكل مباشر في غزة وفي جنوب لبنان، كما شيع صحفيون زملائهم بسطرات المهنة الزرقاء التي لم تمنع صواريخ وقذائف الاحتلال من اختراق صدور العشرات من المهنيين الشاهدين على مجازره. بينما يؤكد مركز حماية وحرية الصحفيين في فلسطين أن جيش الاحتلال يلاحق الصحفيين وينشر إشاعات واتهامات ضدهم تضع حياتهم تحت طائلة الخطر. كما يقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن القتل والاعتقال والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحفية الفلسطينية ومنازل الصحفيين بشكل متعمد يهدف إلى تغييب الرواية الفلسطينية التي تنقل مجازر الاحتلال. أما الجيش الإسرائيلي فيتجرأ على إبلاغ وكالات الأنباء العالمية كذباً بأنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهم العاملين في غزة. من جهتهم يؤكد العاملون في الصحافة أن ذلك يعد تحدياً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حماية الصحفيين، وانتهاكاً واضحاً لنص قرار مجلس الأمن رقم 2222 والذي يؤكد على ضرورة حماية مهنيي للصحافة والأفراد لمراتب طينبها ما باعتبارهم مدنيين. لكن لماذا يستهدفون الصحفيين بهذا الشكل الممنهج؟ للإجابة عن هذا السؤال أحيلك إلى خبر قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة ذات ليلة وماذا حدث حينها. هذه المرة وأنا أشرب قهوتي في فنجاني أصلي لله ليرحم شهداء مهنة نقل الحقيقة وأن يحفظ من يقوم بإرسال الصور والفيديوهات ويقاوم بالصورة. عاشت فلسطين حرة، عربية، أبدية.